بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون المؤمنون المنتظرون لمائدة القرآن الكريم، تحية طيبة أينما كنتم، أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. على بركة الله نواصل مع سورة الذاريات التي بدأناها في الأسبوع الماضي، بدأناها حيث بدأنا جزء وذاريات، على أمل اللقاء نصل إن شاء الله إلى نتوقف عند جزء قد سمع الذي أنهيناه في الأسبوع قبل الماضي. على بركة الله في هذا المقطع من سورة وذاريات نتوقف على قضايا مهمة جدا، إنها قضايا التي يتحدث عنها القرآن، نتحدث إلى عالم الأنفس وكيف وجهنا القرآن إلى النظر فيها، نتحدث عن عالم الليل، والليل ليل دامس تتحرك فيه خفافش الظلام، لكنه أيضا مدرسة المتقين التائبين الأوابين. فالليل سهامه سهام الليل لا تخطئ، ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. شتان بين من ينام في الليل وبين من وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سنتوقف مع هذا أيضا، سيتوقف أيضا في هذا المقطع ذاته مع مسألة المال بين أيدي الأغنياء والفقراء، ومسألة أيضا الفقراء من السائلين الذين يسألون الناس، وبين المحرومين الذين يتعففون عن المسألة. سنقف أيضا هذه الوقفات لكن مع القرآن، ونستمع ونتدبر ما قال القرآن في هذه المسائل التي تهمنا جميعا في واقع حياتنا. على بركة الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتحلقين على ذكر الله، نستمع ونتدبر ونقرأ. إذن سيكون معنا في هذه الحلقة أيضا القارئ محمد السالك، وهو قارئ حقيقة متميز بأدائه وبتلاوته، سنستمع إليه يقرأ ويرتل الروايتين المعروفتين عندنا المرويتين عن الإمام نافع. أيضا معنا شيخنا الذي ألفتموه أكثر من مرة، شيخ القرآن محمد الصوفي المحض، نرحب به مجددا، سيقف معنا متدبرا مع هذا المقطع من القرآن الكريم. بعد أن بدنا نحن سنستقبل مكالمات السادة المشاهدين الذين يودون تصحيح تلاواتهم، لكن بعد أن يمضي ثلث الساعة الأول إن أمكن ذلك، وعلي حال فصدورنا رحبة استقبال السادة المستمعين الذين يصححون والذين يسألون أيضا إذا ما تعلق الأمر بمسألة التفسير والتدبر. إذا محمد، هل بدأت لنا بإحدى الروايتين هذا المقطع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله فيك محمد. آثر محمد أن يبدأ من بداية السورة، أما المقطع الذي سنستمع إليه من طرف السادة المتصلين إن شاء الله سيكون بداية رأس ثمن إن المتقين، لقد تأثرنا من هذه القراءة. وأيضا لا تنسوا مسألة الوقوف، مسألة الوقف والابتداء ومكانتها العميقة في مسألة نحو. لذلك محمد رجع إلى كلمة آخذين، وذلك لكي تتنبهوا أنتم إلى أهمية مسألة التدبر ومسألة أيضا الوقف والابتداء، لا بد من مراعاة ذلك كله. الشيخ استمعنا إلى مقطع من بداية السورة، وهذا فعلا مهم جدا ليتذكر المشاهدين السياق الذي دخلت استأنفت به السورة، ومسألة الرزق بشكل عام وما يحركه الله تعالى من وسائل الرزق. لكن نحن سنبدأ بمسألة إن المتقين، ما هي وقفتك الأولى معها شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحديث عن التقوى هو الحديث عن خشية الله عز وجل، هو الحديث عن زمام الأمر وملاكه. الله عز وجل يصف هؤلاء المتقين في القرآن في غير ما آية، ويذكر جزاءهم في هذه الآية وفي آيات أخرى. إن المتقين في جنات وعيون. فمن هم المتقون؟ التقوى إلى تين نقوله بالعامية هو العس. سبحان الله. هو العس. ولذلك شرحه الصحابي للصحابي فقال له: أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. ولذلك كثيرا ما يقترن التقوى بأمور أخرى. واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وآمنوا برسوله. التقوى حاصله كما قال الناظم، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، أي تنال التقوى لأنها في الأصل مؤنث، وهي أصلها وقاء فقلبت الواو تاء كتاء التخمة وبعض التاءات التي بعض الواوات التي تقلب تاء. هذه التقوى أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، معناها عمات لحد منا نحن قد يتكبر عنها. قال له: يا أيها النبي اتق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي يقول له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها. اسم من مولانا، اسم من الله سبحانه وتعالى. وحد اتقى الله تبارك وتعالى عنده جوائز عظيمة، من ثمار هذه التقوى محبة الله عز وجل، والله يحب المتقين. من ثمارها معية الله سبحانه وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من ثمارها عن الله عز وجل ييسر للتقي أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من ثمارها أنه ينتفع بهداية القرآن هدى للمتقين.
يسلك من الحزن والخوف، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقبل الله عز وجل عمله، إنما يتقبل الله من المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن في هذه الوقفة الأولى نبغي أخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يطرحوا البال للتقوى. احنا نتقى الله عز وجل، يا أيها النبي اتق الله واتقوا الله، الله عز وجل يقولنا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنا أحد دور الفلاح يتقى الله عز وجل. كيف نتقى الله؟ أنا ماني حاس برقابة الله عز وجل، ولذلك حد حس برقابة الله عز وجل، حد حس برقابة الله عز وجل هو اللي يتقى، حد ما حس برقابة الله عز وجل ما هو اللي يتقى. ولذلك لا بد من العلم بالله عز وجل حتى تحصل هذه التقوى. ولذلك خلط مولانا مع الإحسان، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الإحسان أن تعبد الله في الحديث كأنك تراه. طيب بارك الله فيكم الشيخ، سنعود إليك في الوقفة الأخرى. محمد، نحن نحب أن نستمع منك الرواية الأخرى ابتداء من إن المتقين، طبعا تقرأتها في المرة الأولى برواية الإمام مرش، إذا إن شاء الله نستمع برواية الإمام قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله فيكم الشيخ. يبدو أن الآيات عندما تحدثت عن التقوى أتت بمواصفات المتقين، كيف ذلك؟ نعم، صفات المتقين الذين قال الله عز وجل إنهم آخذون ما آتاهم ربهم، وذكر أن هذا بسبب أنهم كانوا محسنين في الدنيا، من أخص صفات المتقين الإحسان، ولذلك قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال هنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقبل أن نذكر مدرسة الليل التي أشرت إليها في المقدمة، نشير إلى أن الله عز وجل قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وعائشة رضي الله عنها تقول لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. فالذي يريد أن ينتصر لنفسه إذا ذكر الموقف أمام الله عز وجل وذكر الحساب لن يظلم، لأنه سيحس برقابة الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالتقوى حافز على المراقبة. وذكر الله عز وجل من صفات المتقين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعندنا في بعض المصاحف ما يسمى بالوقف الهبطي، وقف منبني كما هو معروف أن الوقف ينبني على المعنى، بناه على معنى مرجوح، ولذلك جعل الوقف على قليلة، كانوا قليلا فقطع وجعل من الليل ما يهجعون فجعل ما نافية، لكن هذا الوجه مرجوح كما بين أهل التفسير. والصواب أنه لا وقف على قليلة، وأن المعنى الذي ينبغي هو أن نقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعند ذلك يكون لنا في ما يهجعون أربعة أوجه.
ما يهجعون تكون إما أن تكون ما مصدرية أي كانوا قليلا هجوعهم من الليل أو أن تكون موصولية كان الذي يهجعون منه من الليل قليلا أو تكون زائدة ويتفرع عن ذلك أيضا إعرابان إما أن تكون زائدة ويكون قليلا ظرف أي كانوا قليلا هجوعهم أي نومهم بالليل أو تكون زائدة وقليلا صفة لمحذوف أي كانوا يهجعون هجوعا قليلا قليلا سبحان الله والإعراب مندرجون تحت المعنى فالحاصل أن من أخص صفات المتقين أنهم يقومون الليل ولذلك عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا مشهورة فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا والذي ومن صفاتهم أنهم عندما يقومون من الليل ومن كل ليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه ومن آخره وأفضل القيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه إذا بعد ذلك إذا وافوا وقت السحر وهو آخر الليل كأنهم يستغفرون يعتبرون أنهم لم يفعلوا شيئا يعودوا حاسين بالتقصير ولذلك يقوموا الليل وفي آخر الليل يستغفروا من ذاك الفتور وذيك الشوائب اللي خلقت ولذلك قيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا ولذلك ابن المسوى الحسن البصري قال ما لنا نرى أهل قيام الليل أحسن وجوها من غيرهم قال لأنهم لما خلوا بالله عز وجل ألبسهم من نوره ويوصفهم الواصف يوصف حد من أهل القيام يقول بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا حد باله خالي ما هو حاسب الآخرة ولذلك يقول الله عز وجل يبين عد الله عز وجل مقابل عن ذوك اللي ما يقوم الليل عنه لا يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن قال في حشاه من مخافته خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافته أي في قلبه من مخافة الله عز وجل حروقات تلذع الكبدا كلما مر الوعيد به سح دمع العين واضطردا هذا كان حال السلف كان داود عليه السلام في وجهه خطان من البكاء وكان أبو بكر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء تدبر القرآن ولذلك مدرسة الليل مدرسة عظيمة أنبه إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات على أن يكون لكل واحد منا نصيب من قيام الليل إذا أراد أن يصلح قلبه وإذا أراد أن يشفى من الأمراض وإذا أراد أن تتيسر أموره فهي سبيل للتقوى والمشاهدون والمشاهدين الذين تخاطب معنا الآن بعضهم الآن على الخط مباشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد يحيى تأخرنا عليك محمد يحيى من أبي بتلميذ تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي نعم تفضل يا أخي حياك الله وحيا المشايخ حياك الله وبياك تفضل يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين
في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله فيك محمد يحيى. محمد سمعت محمد يحيى؟ بارك الله في القارئ محمد يحيى على هذه التلاوة الجيدة العاطرة أيضا كذلك، لكن فيه تنبيه شوي. بدأ باستعاذة ولكن الهمزة والعين يعني عندي نطق بهما نطق واحد، لأن الهمزة تخرج من أقصى الحلق والعين تخرج من الوسط، معناته أنه هو بدأ بالاستعاذة وبدأ أعوذ بالله أعوذ بالله. هون يعني عندي ما أفهم، يعني عندي لا يفهم حد، يعني عندي يكانوا أخرج الهمزة من مخرجها والعين من مخرجها، ولكن عليه أن ينتبه لهذا، لأن الهمزة تخرج من الأقصى كما قال الجزرية، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، معناته يبدأ أعوذ بالله أعوذ بالله، ينطق بالهمزة بعد ذلك أيضا كذلك. بارك الله فيه. بارك الله فيك. وحقيقة هذه من الأخطاء الشائعة، ونحن تحدثنا في أكثر من مرة أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي سابق الآية، لكنها ينبغي أن تجود كما يجود القرآن الذي يأتي بعدها. تحدثنا عن هذا، وهذه تذكرة مهمة جدا وأخطاء شائعة ينبغي التنبه لها. إذا نحن طبعا نستقبل المشاهدين وتأخرنا على الكثير منهم ونفتح لهم المجال. الشيخ أنا قاطعتك وكنت تتحدث عن هذه المدرسة ينبغي أن يقترف كل واحد منهم. إذا استقبل، تفضل. السلام عليكم. استقبل هذا المشاهد محمد بويا. تفضل محمد بويا من الزرد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي المشايخ المعاد. حياك الله أنت وأهل الزوارات جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا لا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون كتب الله العظيم. بارك الله فيك. كرمك الله محمد بويا مثل ما أنكم تنطقون. لازم نحن ننتبه للمصحف يا أخي. جزاك الله خير. وحقا هو صوت مألوف ومعروف من مدينة الزوارات، يتصل ينعش وهذه كل هذه البرامج، هو حقيقة معنا منذ أكثر من حلقة. شيخ أنت استمعت إلى محمد بويا. بارك الله في محمد بويا، ولكن عليه أن ينتبه لإحدى الروايتين لأنه طبعا الروايتين. ولكن إذا كان هذا الأخ يقرأ برواية الإمام ورش فعليه أن ينتبه للأحكام. ولكن في بعض الملاحظات هون قرأ بدأ بأعوذ بالله، قالها أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنه قرأ بالجيم بالجيم، لأن الجيم لا أصل له. طبعا مسألة الجيم والجيم ربان هذه مسألة عند بعض فيها بعض الأخطاء، ولكن أنا استمعت للمشارقة ما سمعت قارئ يقرأ بالجيم، ولكن نحن دائما نقرأ في جزرية
صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وضد قل مهموسها فحفله شخص سكت شديدها لفظ أجد حروف أجد. نعم عندي إذا نطقت بالواحد منهم الهمزة على سبيل المثال بينما إن تنطق بالجيم محمد حمد تركنا شوي ما عند الجيم حتى نستمع أيضا للقارئة ثم بعد ذلك تعلق عليهما معا. إذا عائشة تفضلي من نواكشوط تفضلي. المتقون في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وسوء الأمراض حق بارك الله فيك حقا على هذه القراءة المؤثرة الجميلة. ودائما هي وصيتنا لكل المتصلين أن يبتعدوا عن الجهاز، هناك أدبيات لضمان جودة الصوت نبهنا لها بعض الفنيين الذين يشتغلون على الصوت أن نبتعد قليلا عن هذا الجهاز أو نغلق أو ننقصه جدا أثناء القراءة حتى أيضا لا يخرج شوشر على القرآن. إذا محمد بسرعة، وأنا حقا أحب أنا أحب دائما سبحان الله العظيم أن أبتعد عن مسائل اللي كثر الجدل حولها مثل قضية الجيم والجيم، معنا كل ما إصلاح القرآن يجب يعني. طيب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في تفسير هذه عند تفسير هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التجويد هو الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ودائما نقرأ في الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نقرأ دائما في عجالة المجود، لأن من تلا بلا تجويد قد باء بالإثم وبالوعيد، ذكره ابن الجزري الفاني وساقه الزرقاني والبناني وأهل هذا العصر إلى آخره. قرأ القارئ إن المتقين في جنات، هذا الفاء قرأه بصفة، أنا ما فهمت هذه الصفة اللي قرأها بها، لأن الفاء من حروف الهمس، وقالها إن المتقين في جنات، نحن دائما نقرأ مهموسها فحثه شخص سكت حروف الهمس معناته أنها في جنات، هو قالها في جنات، وهذه النون المشددة فيها الغنة، والغنة مقدارها حركتان، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هذه ما آتاهم، المد المتوسط هو ما واستمد أيضا، احنا دائما نقرأ والمد بعد همزة قد قررت يدعى توسطا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم، هون هو ما وسطها. أنت هون تريد أن يكون هناك مدان، مدان المد الأول مدا مشبعا لورش، والثاني مدا متوسطا، هو مد البدل عند الورش. طيب، عند ورش إنهم كانوا قبل ذلك، هذا الباء ملي من حروف القلقلة، هو ما قلقل الباء، هنا قلقلة صغرى، قلقلة صغرى. نعم، بارك إنهم الله كانوا قبل ذلك، عليه أن ينتبه إلى حروف الهمس وأن ينتبه أيضا كذلك. لا تنسى أيضا الملاحظات، نحن سنكسر عليك يعني
المتصلين حتى أخويد والله تأخرنا عليها. تفضل أخويد والله من مكشوط. تفضلي بارك الله فيك. نقرا روايه ورش ان شاء الله. تفضلي بارك الله فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. بارك الله في القارئ. الحمد لله أصبحنا عندنا قارئات يتصلن في رحاب القرآن ويتصلن في رتيل القرآن ترتيلا وهذا يشكر فيذكر. طيب بارك الله في هذه القارئة. بارك الله فيها على الالتزام بالرواية. قبل أن تبدأ أشارت إلى أنها ستقرأ برواية الإمام ورش. هذه ملاحظة. قد التزمت أثناء القراءة. قد التزمت بالرواية ولكن عليها أن تنتبه لحروف الهمس. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما شاء الله الأحكام كانت جيدة ولكن عليها أن تنتبه لحروف الهمس. نعم بارك الله فيك شيخ. أنا طبعا شيخ ستواصل لكن أحب منك, أنا أعرف أنك من أهل المقرة, أحب منك تعلق على القراءات التي استمعت إليها قبل أن تدخل فيها. نعم سأعلق في عجالة عطفا على ما ذكره الأخ القارئ من الأخطاء الشائعة ذكر أعوذ. سأذكر بعض الأخطاء في عجالة حتى لا أخذ وقت التفسير. من الأخطاء الشائعة تفخيمهم للميم والباء والتاء واللام والكاف فيقول ما با تا لا كا وهذا لا يلاحظ إلا إذا كان في التجاور. إذا تبارك لا نقول تبارك, لا نقول الأنهار, لا نقول إن الله, نقول إن الله, لا نقول لا يصلاها لا يصلاها. يقرأنا لورش نقول لا يصلى ها. وهذا نبه عليه ابن الجزري في قوله مخمصة والميم من مخمصة وليتلطف على الله ولد والميم من مخمصة ومن مرض. كما أنبه أيضا على أنه لا ينبغي أن نوجد الغنة في المد الذي يسبق النون والميم حتى لا نكون مثل ما يقال بمثل الشعب البوزيزوان يبكي من حر غدا. عيون لا نقول عيون. الرحيم لا نقول الرحيم, نقول الرحيم, نقول عيون. نحذر أن نأتي بالغنة في المد الذي يسبق النون الساكنة أو الميم الساكنة للوقف. كذلك أموالهم فيها خطأ شاء أموالهم لكن القارئ لم يقع فيها الخطأ. ما وقع فيه وهو خطأ شاء أموالهم وأفواجا. نقول أفواجا مبين الفاء ومبين الواو ومشدد وأموالهم سكن الميم ونوضح الواو. تنطقون الغنة اختلفوا كانها تفخم قبل المفخم ولا تم دائما مرقة ولا تم دائما مفخم على أقوال. والأشهر فيها أن تتبع الحرف اللي وراها. تنطقون نفخم الغنة. تنطقون ينسلون نرقق الغنة. المتقين في خطأ شائع اللي هو المتقين تشديد القاف نعسها. وطور سينين خطأ شائع يقولوا سينين ما يجي مد السين. المغيراتي يقول المغيراتي ومغيراتي عربية يغير ما هو المعنى من أوغر من أغار آية ما هي. نعم وخطأ الله هذه يقولها الله. القرآن كان فيه الله. وبالنسبة للمخارج حد يلا يقرب الفاء. نعم كما بين القارئ حد يلا يقرب الجيم. وحق للسائل الأخ ربما نعود ما تمكنت من لفظه شكيت عنه أظهر وهو يلا يعود فيه إدغام تام. حق للسائل وتبصرون حد يلا ملي يجتهد على جهر الصاد وحد يجتهد على الشدة اللي في الصاد والجهر اللي فيه إياك ما يعود سين يعني ما يعود تبصرون يلا يعود تبصرون
أو عام من هو إليه المصير. ياسر من الناس يغلط فيها يقول الماء يقول الماء صير والله يقول الماء يقول صير هي الماء صير. إذا نرقق الميم ونفخم الصاد ونرقق الراء للوقف. طيب. اما بالنسبه لي شيخ انت تتحدث عن قبل ما بالاسحار يستغفرون وفي اموالهم. نعم وبالاسحار هم يستغفرون ما ادناها حقها. ايوه طيب لكن تفضل. لعله الوقت المهم هذا قيام الليل قلت عنه علاج الامراض وعلاج للدين وعلاج قله استقامه الولد والزوجه والزوج. حد عنده مشكله اسريه والله عائليه والله قاعد دوله عندها مشكله اقتصاديه والله سياسية والله اجتماعية. يا الله تعدل قال صلاح الدين من هنا يأتي النصر. يا الله تقول جنودها عنهم يقوموا الليل. ويا الله تقول لأولادها عنهم يقوموا الليل. ويا الله تقول لعلياتها عنهم يقوموا الليل. وكان السلف الصالح حريصين على أنهم الشاشرة ذاك الوقت ما يخلوهم يرقدوا حتى الثلث الأخير من الليل. كانوا حريصين على أنهم عدوا وعيين كاملين يتعرضون لنفحات الله عز وجل حين ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الأخير. إذا نوصي أخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات على قيام الليل ونقبضوا له العدة ومنها عن رقاش ناموا مبكرة ويتدبر القرآن ويخشع ويطول يطول الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه قال حذيفة عنه صلى معه وفي رواية عبد الله بن مسعود وهم قاع حديثهم متشابهين في القضية. واحد عنه هم واحد منهم قال حتى هممت بأمر سوء قالوا ما هممت به قالوا أن أذهب وأتركه قائما. والآخر قال عنه صلى بالبقرة وتلب لها النساء وتلب لذاك آل عمران 10 أحزاب يقرأ مترسلا كلما مر بتسبيح سبح كلما مر بدعاء دعاء. هذا أخبار قيام الليل. قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا السائل والمحروم السائل واضح عنه الذي يتعرضوا يطلب الناس كيف قلتوا دولة أخرى اللي هو الفقير غير مستور حال ما هو معلوم حتى أنهم اختلفوا فيه حتى قال الشعبي أعياني من المحروم. لكن الراجح فيه يقولوا بعضهم عنه الذي أصابت ماله جائحة كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قبيصة بن المخارق إن المسألة لا تحل إلا لأحاديث ثلاثة المعروف. المهم عن المحروم هون الراجح فيه عنه ذاك الفقير اللي مستور حال ما فاطن الناس عنه فقير به اللي كان عنده شيء من المال أصابته جائحة فما شيته والله فزرعه والله عابر سبيل مولي. المهم أنه ما يطلب والسائل وهذا كله عنده حق وهذا الحق تهو يقولوا واحدين عنها نسخت بآيات الزكاة غير الصواب عن السورة عنها سورة مكية وعنها لم تنسخ به اللي قاع ما في تعارض. طيب ما فهمش يلجأنا لقضية النسخ به اللي ما فهم تعارض بين الزكاة والنوافل. أنا رجاج يؤدي الزكاة المفروضة ويؤدي نوافل الزكاة من الصدقة وفي أموالهم واللي رجح قاع ابن عطية عن في المال حق سوى الزكاة. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيخ معنا تأخرت على بعض المشاهدين أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم تفضل يا أخي. تفضل مريم تفضلي من نواكشوط. وتبتعدين عن الجهاز ان شاء الله. اذا تفضلي مريم. ايوا طيب اذا انقطع الخط اسفين ربما اثناء تحركها لتبتعد عن الجهاز انقطع الخط. اذا الشيخ قطعتك تفضلوا. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ها من هم اموالهم عين على المتقين عين على المحسنين. المتقي ذاك اللي عاس من الله سبحانه وتعالى ويعرف عنه مستخلف في المال كما تفضلتم مما جعلكم مستخلفين فيه. قال الله عز وجل كل واشرب والبس وتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المال أعطاه الله عز وجل الأغنياء وأعطش منه الفقراء. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإذا كمل في آية قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الآية اللي فيها لف ونشر ومرتب بديع. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. إذا جعلتها إذا بسطتها كل البسط لف ونشر معكوس محسورا إلين تبسطها كل البسط. مهم عن الإنفاق عنه يلا يعود الميزان لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. عن الرقاش يلا قال له
إن وسع المالك وسع بلال وإن ضيق المعطي ضيق بلال. الله المؤمن ينبغي أن ينفق، يعرف عنه ما له من ماله إلا ما أكله فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. شات عائشة مشهورة قالت العمال بقى منهم أعظم واحد، قالت لبقات كاملة. وهذا يا الله انتبهوا للنساء، يعني نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وموصيات النساء خاصة على الصدقة، تصدقنا. وهذا يا الله نسمعوه ونعمل به. تقوا النار ولو بشق تمرة. إذا تأخرنا عليك أيضا مكالمة من بوتليميت، تفضل. مكلثوم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله فيك. وحقيقة عجبني مسألة الوقف الاضطراري، ما عادت مرة أخرى لتبدأ من ليتواصل المعنى، وهذه قضية لصقت مسألة التدبر. إذا الشيخ ماذا تقول في هذه المتقارئة؟ بارك الله في هذه القارئة. ولا بدأت بإن المتقين في جنات، قالت إن المتقين التقين أشارت إلى، أنا عندي مد للتاء، إن المتقين القاف اللي قالت لها إن المتقين قينا، بينما إن المتقين في جنات، هذا الفاء مولي أيضا من حروف الهمس وهي ما قرأته بالهمس، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، قالت لها ما آتاهم ربهم، الإشارة اللي كان الشيخ يشير إليها مسألة التلميم، تفخيم الميم، قالت لها ربهم ربهم، والهاء اللي أيضا من حروف الهمس والميم، قرأت ربهم ما آتاهم ربهم. نعم طيب بارك الله فيك. مكالمة أخرى نستمع إليها، تفضل. تفضل إذا كان بعض المشاهدين ما زالوا معنا على الخط، تفضلي. تفضل القارئ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بارك الله فيك. لا نقرب رواية وقالون. تفضلي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من ربما انقطع الخط. إذا ما شاء الله هي بدأت
بدأت بقراءة الإمام قالون عن رواية نافع. الإمام قالون قالون عن نافع رواية. وهل لاحظت شيئا على ما استمعت إليه؟ ما شاء الله لم يلاحظ عليها شيء. ما شاء الله قرأت برواية الإمام قالون. أحيانا بعض القراء يلتبس يعني عندي يلتبس عليه الفرق بين الرواية والقراءة. أحيانا أسمع بعض القراء يقول أقرأ بقراءة الإمام ورش والله قراءتي. طبعا نقول قراءة الإمام نافع وقولوا رواية الإمام مارش أو قالون قالون عن نافع. طيب بارك الله فيها. إذا كان الشيخ عنده تعليق نعم. إذا الشيخ نحن لا نحب أن حقتنا هذا التدبر مسألة هذا القرآن، نبغي نعرف مضامين الرسائل التي يوجه لنا هذا القرآن. وأنت كنت تتحدث عن مسألة المال وهي من واصفات دائما هؤلاء المتقين. المتقي يكسب المال من الحلال لأنه يعرف أن الله عز وجل سيسأله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلى كل مشاهد وكل مشاهدة. ونحن أنت متكلم عن التقوى، يا الله نعود نحاسب أنفسنا به اللي حق الموعظة زينة والدروس الإيمانية زينة، ونحن الآن في رحاب القرآن تنزل علينا السكينة. لكن ينبغي أن نراجع أنفسنا، يعود كل حد متصور عن الخطاب جاي من الله سبحانه وتعالى. المتقي ينبغي أن يكسب المال من الحلال وينفقه في أوجه الحلال. وقبل أن يضيق بنا الوقت أسأل نفسي ونطلب من المشاهد والمشاهدة الكرماء عن كل واحد منهم يسأل نفسه، هل من التقوى أن تتبرج المرأة؟ هل من التقوى أن يتكبر المسلم أو أن يظلم أو أن يسرق أو أن يتشبه بالكفار؟ هل من التقوى أن نتكاسل عن الجماعة؟ والله يعود في بعض دورنا خلعنا اليوم من وسع الله عليهم يعود أولادهم ما تجي صلاة مفروضة، صلاة مفروضة ظهر والله عصر والله مغرب والله عشاء، ولا جبروا حد ينهاهم بهم اللي موكولين على تربية مد ما غادي تشف دينهم. والله مخلي بينهم عاشي من البرامج اللي ما هي مفيدة تدمر الإيمان نعوذ بالله. وهل من التقوى أن ننظر إلى الحرام، ننظر إلى الأجنبي مع الأجنبية على فراش واحد يتكلمون كلاما مخل بالأخلاق وقاعد معاه الراجل وقاعد معاه المرأة؟ يلا كل واحد منه يصور نفسه كان هذا من التقوى. هل من التقوى أن الإنسان الولد أنه يوم يطلع شغل المدرسة يوعى بالعجلة بعد حالته، ويوم الجمعة يعود يصلي وخلي راقب بيه الفتان يلا يصلي الصبح لا التاسعة ولا العاشرة؟ ذلك كان هذا من التقوى. من التقوى إذا كان من التقوى عن الإنسان يغضب لنفسه، والله كان من التقوى عن المرأة تعود لا هم لها إلا الغيبة، فلانة مشات وفلانة جات وفلان عدل وفلان واسع. معناها عن إلى أكلم عن التقوى ذا هو معنى التدبر عن كل إنسان لا يرجح نفسه يخرص كان مستفاد منها. ولذلك الله عز وجل يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعوذ بالله والناس الآخرين نعوذ بالله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا نعس من عود من الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. اسمع حد محاضرة زين الحد من علمانا السابقين والله الحيين، ومع ذلك هو إيش كان يقول؟ هو إيش دور به؟ معناه أن ينبغي أن نتدبر كيف قلتوا، نتدبر مدرسة الليل، نتدبر مدرسة الإنفاق، ونتدبر هاي الوقفة الأخيرة اللي عظيمة. قال الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آية الأرض وآية السماء سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كم في جسم الإنسان من آية، وكم في الأرض من آية، وكم حذانا حالا من الآيات، هذا الماء وهذا الضوء وهذه الكهرباء وهذه النجوم وفي كل شيء له آيات تدل على أنه هو الواحد. آية الله عز وجل عظيمة. وقال مولانا عن بعض الناس اللي مين متقية وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فعلى المؤمن العادي لو ودر التقوى طريق التقوى تدبر آيات الله وعدم الإعراض عنها وعدم الخرور عليها أصم أعمى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يا الله عدواش يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هم المؤمنين هم المتقين. قال الله عز وجل المتقين بينهم الله عز وجل. وقال في الآية اللي بعض خلاصة قال ليس البر من بين منها وآت المال على حبه، كنا نتكلم عنها حالا. في آخر الآية قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
يا اللي الدور تعرف كانك تقي والله ما انك تقي، خلاص كان فيك صفات المتقين والله ما هي فيك. ونراجعوا انفسنا ونبادروا التوبه، علامه المتقي انه يبادر التوبه ولا يؤخر التوبه ولا يقول حتى يهديني الله. طبعا نص احد الكتب اللي مشهور عندنا اللي حقيقه لا شك ان كل احد منا حرص ابواه ان يلقنا هذا الكتاب. اذا على بركه الله شيخنا، حقيقه كنا نود ان نواصل مع هذه الايه وفيها المزيد، لكن نطلب من الشيخ ان يقرا لنا قراءه اخيره نودع بها الساده المشاهدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا هو القرآن كما تفضل الشيخ. لا بد أن يعرض كل واحد منا نفسه على القرآن، فالقرآن جاء من لدن حكيم خبير هو الذي خلقنا، يعني هذا القرآن جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور وليسلك بنا طريق السعادة، الطريق الآمنة في هذه الحياة لنصل إن شاء الله إلى بر الأمان يوم القيامة. إنه القرآن سبيل الوحيد للسعادة. إذا على بركة الله، شكرا لشيخنا محمد الصوفي المحمد، وشكرا للقارئ المتميز محمد ولسالك. لن يضمن لقاء آخر في الأسبوع المقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.